أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الهيانات: في ظل الانفلات الأمني، ميليشيات مسلحة تغتال موظفة حكومية شمالية الحلة. وجاء في البصرة: العراق في المرتبة قبل الأخيرة بين الشعوب العربية إتقانا للغة الإنجليزية. ونطالع في المدى: البرلمان ينظر في ثالث طلب لفك الدمج بين الصحة والبيئة. ونتصفح في كتابة: تحذيرات عراقية من الاستغناء عن غاز وكهرباء إيران. وجاء في الزمان: الزراعة تدعو إلى حماية صناعة الدواجن الوطنية من ضرر المستورد. وجاء في العرب الجديد: الأمم المتحدة تنتقد عزم واشنطن الانسحاب من المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة التقليدية. وأخيرا وليس آخرا، في القدس العربي: للجمعة العاشرة على التوالي الجزائريون يتظاهرون للمطالبة برحيل النظام. أهلا بكم. عن مؤتمر بغداد والاستقرار والتنمية والواقع كتب جاسم الشمري في موقع عربي 21: يقصد بالاستقرار حالة من الاتفاق العام بين النخبة السياسية والجماهير حول القواعد التي يعمل حولها، وهنالك عدة أنواع من الاستقرار التي يعمل بها النظام السياسي، منها الاستقرار النفسي والوظيفي والمعاشي والصحي والسياسي وحتى الاجتماعي والاقتصادي وغيرها من الأنواع. ومع كثرة الأنواع والتعريفات، لكن يبدو أن هنالك تشابها بين المعاني اللغوية والاصطلاحية للاستقرار، فجميعها تدل على الثبات والسكون والقرار. حينما نحاول تطبيق هذين التعريفين على المشهد العراقي، نجد أننا أمام جملة من العقبات المهلكة التي تؤكد بما لا يقبل الشك أن النظام السياسي العراقي غير مستقر، بل وحرج وقائم على أسس هشة لا تبشر بخير إطلاقا، ولا تطمئن الجماهير حتى بأن النخب السياسية أو النظام السياسي الموجود في البلد يسير في الاتجاه الصحيح. ومن إثباتات حالة عدم الاستقرار الخلاف الكبير بين بعض السياسيين حول العديد من الملفات، ومنها ضرورة حل الحشد الشعبي وإنهاء ملف الميليشيات. وقد برزت المناحرات بشكل كبير في الأيام الأخيرة بين إياد علاوي وصالح المطلق وغيرهما من جهة، ونواب وزعماء الحشد الشعبي من جهة أخرى، بينما اكتفت الحكومة بموقف المتابع المتفرج الذي لا يملك القدرة على حسم الخلاف الذي بلغ مراحل متقدمة جدا. رئيس جبهة الحوار صالح المطلق أكد قبل أسبوع تقريبا أن الحشد الشعبي غير مرغوب به في بعض المناطق، فيما طالب المرجعية الدينية بدعوة عناصر الحشد للعودة إلى أماكنهم. وفي المقابل طالب بعض زعماء الحشد بإصدار مذكرة اعتقال بحق المطلق، واتهموه بسرقة أموال النازحين. وهكذا الحال منذ عدة سنوات، من يتكلم ويطالب بترتيب الأوضاع تنفذ بحقه مذكرات الاعتقال ويدخل دوامة الترهيب. فهل هذه مظاهر صحية لدولة قوية أم مؤسسات حزبية متناحرة تدير دولة؟ يضيف الكاتب: هذه اللقطات العابرة تشير لهشاشة الاستقرار العام في العراق، ونحن لم نتطرق إطلاقا هنا للخراب في مؤسسات العدل والصحة والتربية والتعليم وغيرها من الدوائر الضرورية لبناء الدولة والإنسان. فهل يمكن أن نقول الآن أن هنالك استقرارا سياسيا وأرضية لتنمية اقتصادية في العراق؟ سؤال وجيه. المعطيات الملموسة تؤكد أن العراق غير مستقر وليس بيئة آمنة للاستثمار، ولهذا من يريد أن يشجع الاستثمار عليه أن يبني دولة مدنية قوية تضرب بيد العدل والإعمار والبناء والمساواة بين المواطنين. جاء في المدى، أو بالأحرى في كتابات: يلاحظ ويلمس أن حركا سياسيا يجري في البلد يتصدره ويقوده تحالف النصر بمشاركة تيار الحكمة، وسط أنباء قوية عن تقارب بين دولة القانون والنصر.
وعلى الأقل التنسيق بينهما لخوض انتخابات مجالس المحافظات إذا لم يتمكنا من إطاحة حكومة عبد المهدي التي يترنح هو أيضا تحت ضغط الأزمات المتفاقمة التي لم تحل، بالإضافة إلى تردي علاقاتها الدولية ومعاناتها من ضغوط كبيرة للحد من التأثير والتدخل الإيراني وتحدي القوة المساندة له وتمدده، وعلى السلطات الحكومة والدولة إيجاد حل فوري لهذه الأزمات جميعا. مجد زيدان يكتب في موقع كتابات عن الواقع السياسي في العراق وهشاشة حكومة عادل عبد المهدي. إن مشروع الموالاة والمعارضة عود على بدء، وهو مطلب ومطمح جماهيري كي تستقيم العملية السياسية واستكمال بناء الدولة العصرية، وبالتالي إضعاف المحاصصة وصولاً إلى نبذها والحد من التأثيرات الأجنبية في الشؤون الداخلية، والأهم الشروع بعملية إعمار وتأهيل تنقل حياة الناس نقلة نوعية محسوسة في آجل معلوم، وتحميل المقصر مسؤولية عمله وجعل محاسبته إمكانية واقعية. الاصطفاف الجديد إذا ما حصل سيكون الكتلة الأكبر، ليس بالضرورة يتسلم سدة الحكم، ولكن على الأقل يقومه ويمنعه من رمي أو وضع البلاد في مورد التهلكة. لقد ضاعت على المواطن من هي القوى الحاكمة التي تدير الوطن الذي تضرب الفوضى أطنابها في مفاصله، وكل من قوى النفوذ تدعي أنها الأحرص عليه، ولا يمكن إقرار شيء من دون موافقتها. الواضح أن هذا الحراك السياسي جاء رداً على انفراد سائرون والفتح في صنع القرار وتقاسم المنافع وسياسة التهميش والإقصاء للقوى الأخرى المؤتلفة معها، وهي سياسة إعادة بناء البيت الشيعي مجدداً على نطاق أضيق وبتزويق من حلفاء من مكونات أخرى لا يهشون ولا ينشون، وفي ذات الوقت سيدفع هذا نحو العودة إلى الاصطفاف الطائفي بشكل سافر. شهد المجتمع العراقي ارتفاعا في نسب الانتحار خصوصا بين المراهقين والشباب، حيث حصلت وزارة الشباب وحقوق الإنسان على معلومات مؤكدة بزيادة حالات الانتحار بمحافظة كربلاء، غالبيتها من الشباب والفتيات. وسجل أحد الباحثين في دراسة له لمدة 11 شهرا أكثر من 120 حالة انتحار، وكشفت قيادة الشرطة محافظة ذي قار أن حصيلة حالات الانتحار المسجلة لدى الشرطة منذ مطلع العام 2013 ولنهاية آيار بلغت 17 حالة لأشخاص لا تزيد أعمارهم عن 25 عاما. توالي الخيبات، صبر العراقي 5 سنوات بعد 2003 ثم 5 ثم 5، ولأن للصبر حدود وقدرة على التحمل فإن البعض من الذين نفد صبرهم عمد إلى الانتحار بوصفه الحل الأخير لمشكلته. الشعور بالحيف والندم تجري لدى بعض الشباب مقارنة بين شخصه وقدراته وقيمه وبين آخرين يحتلون مناصب بمؤسسات الدولة، يقلون عنه خبرة وكفاءة وقيما، مصحوبا بشعور الندم على إضاعة الفرصة فيعاقب نفسه بقتلها. الاكتئاب واليأس والوصول إلى حالة العجز حين يجد الفرد أن الواقع لا يقدم له حلاً لمشكلته، ويصل مرحلة اليأس والعجز فإنه يلجأ لإنهاء حياته. وهنالك أكثر من حادثة بينها انتحار 6 نساء في النجف قبل 7 أعوام جاءت بسبب وضع أطفالهن الصعب، ولأنهن لم يستطعن إعالتهم فإنهن اخترن الانتحار بشكل جماعي. كل منتحر يقفز من الجسر يريد إيصال رسالة احتجاج لسلطة الفساد الحاكمة على ظلمها وتحطيم مستقبل شبابنا وانهيار معظم المعايير الأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع السليم. توحيد جهود المؤسسات المعنية بالصحة النفسية والجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية في البصرة وجمعية الأطباء النفسيين العراقيين والجمعية النفسية العراقية قاموا بوضع خطة
علمية وعملية تستهدف الحد من ظاهرات الانتحار في العراق، ودعوة أقسام علم النفس والإرشاد التربوي والنفسي وعلم الاجتماع في الجامعات العراقية إلى تنسيق فيما بينها للتعامل مع ظاهرة الانتحار في الأوساط الجامعية بشكل خاص. جاء في العرب الجديد: الاستقرار الأمني سياسي وليس عسكري، هكذا عنوان الكاتب فلاح العرار مقالته في صحيفة العرب الجديد. يتحقق الاستقرار الأمني في أي دولة كانت تحت القرار السياسي، ويندرج تحت سقف الاتفاقات السياسية. فعندما تكون المنظومة السياسية المحلية قائمة على شقين تنفيذي وتشريعي، وتحتوي داخل هاتين المنظومتين الحاكمتين عدة أحزاب تتشارك في العمل السياسي بشقيه التشريعي والتنفيذي وتسيطر على الدولة، فإنها توظف أمن المواطن لمصالحها. فإذا كان أمن البلد والمواطن والاستثمار وحركة التجارة يخدم مشاريعهم السياسية، فإنهم يضبطون البلد بالنظام والقانون والقضاء والمحاسبة وتفعيل القوانين الأخرى وتشريع أخرى من أجل توفير الأجواء المناسبة لمصالحهم. وإذا كانت الفوضى العامة أو الجزئية تخدم مصالحهم السياسية، فإنهم لا يتوانون إطلاقا عن خلقها ورعايتها حتى تحقيق مقاصدهم ومكاسبهم السياسية والمالية. وإذا ما أردنا تقسيم المناطق، فنجد مناطق فيها الفوضى شاملة، ومناطق فيها الفوضى جزئية، ومناطق مستقرة وغير آمنة، ومناطق آمنة ومستقرة. وكل هذا يندرج تحت سطوة الأهداف السياسية التي تهدف بشكل مباشر إلى التأثير في نفسية المواطن والعمل على تهيئة لقبول الواقع الذي يفرض عليه من قبل الكتل والأحزاب السياسية، وضمان عدم معارضته لهذه السياسة والقرارات، وفرض رؤى سياسية وأجندات إقليمية داخلية على الشعب، وإجباره على تقبل كل ما يقدم له. كذلك رسمت السياسة تنظيم دخول واستقرار المجاميع الإرهابية وفتح مرتع جغرافي لهذه المنظمات لكي تتجمع فيها وتغادر إلى دول الجوار باتفاقات سياسية وصفقات مدمرة للبلدان تزرع الفتنة والتفرقة بين أطياف البلد وتحشد الطوائف ضد بعضها البعض. يضيف الكاتب: حتى نخرج من هذا النفق الذي تم إدخالنا فيه، هذا النفق المظلم والنهوض من هذا الواقع المزري، لابد من اتفاق سياسي تضع فيه أساسيات الحفاظ على حياة المواطن والنأي به عن مخاطر المتاجرة بحياته. أي لابد من تحقيق اتفاق الأحزاب المختلفة والكتل السياسية المشاركة في السلطة لتجنيب حياة الناس وأمن المجتمع من الصراع السياسي، والاتفاق مع الدول الإقليمية ذات النفوذ داخل بلدنا لتجنيب حياة الناس وتجارتهم من الاستثمار في الصراعات السياسية ومعارك النفوذ. جاء في العرب اللندنية: أمريكا تغيرت، إيران لم تتغير. إيران لم تتغير منذ العام 1979. ما تغير هو أمريكا التي انتخبت دونالد ترامب رئيسا بعد انتهاء عهد باراك أوباما، الذي قرر اختزال كل مشاكل الشرق الأوسط والخليج بالملف النووي الإيراني. ما لم تدركه إيران إطلاقا أن أساليبها السابقة في التعاطي مع الإدارات الأمريكية لم تعد صالحة لعصر ترامب، بحسب الكاتب خير الله خير الله في صحيفة العرب اللندنية. لا يجدي إيران في شيء تغيير قائد الحرس الثوري، ما يجدي هو امتلاك ما يكفي من الجرأة للعودة عن الخطأ القائم على الاعتقاد بأن في الإمكان اللعب على التهديدات الأمريكية. هناك باختصار شديد أمريكا أخرى. هل تريد إيران التعاطي مع الواقع الذي اسمه قوة الدولار الأمريكي، أم مع وهم اسمه شعارات الجمهورية الإسلامية، وهي شعارات مكنت إسرائيل من ضم القدس بدل تحريرها من جانب العرب والفلسطينيين؟ جعل شعارات الجمهورية الإسلامية طريق القدس تمر بكل مدينة عربية بهدف تدميرها أو جعلها مدينة بائسة،
من البصرة إلى بغداد إلى الموصل إلى دمشق وحمص وحماة وحلب إلى بيروت وصنعاء. هناك أمثلة كثيرة عن الكوارث التي تسببت بها إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن. لا خيار أمام النظام الإيراني سوى الاعتراف بأن عليه تغيير سياسته. لم تعد هذه السياسة القائمة على الهروب إلى خارج الحدود تجدي نفعاً. السياسة المجدية تتمثل في الاهتمام بالإيرانيين الذين يعانون من كل أنواع المصائب، بما في ذلك الجوع والفقر. يبدو جلياً أن نتنياهو لن يحيد عن التصلب السياسي والدبلوماسي الذي عاهدناه متوارثاً لدى المؤسسة الإسرائيلية، وهو شديد التمترس في الدفاع عن الوضع الراهن لإدامة احتلال الأرض العربية، وبدأ مندفعاً ومتحمساً جداً إثر فوزه بالانتخابات الأخيرة في إسرائيل بعد أن نال هدايا سخية من إدارة ترامب ذات النوازع المرضية الشبيهة بإدارة بوش. وبعد كل ذلك لم تكن الشعوب العربية لتتوقع ما هو غير متوقع من أصحاب المعالي والفخامة والسمو، فقد اعتادت اجتماعات الجامعة العربية أن تعكس حالة الانقسام العربي وتفضح واقعهم المتخاذل أمام قضايا الأمة ومصائر الدول المؤسسة. هذا مقال للكاتب لطفي العبيدي في صحيفة القدس العربي. المراكز الإقليمية للثورة المضادة أصبحت معروفة، وهي تستخدم عوائدها النفطية الهائلة لإسكات الانتفاضات الجماهيرية التي تنشد الحرية والعدالة الاجتماعية والتغيير السياسي، وتبحث عن فرص اقتصادية أفضل بما يفضي إلى حياة كريمة داخل الأوطان وشعارات الكرامة الوطنية التي صدحت بها الحناجر في أكثر من قطر عربي، عبرت بوضوح عن نفاد الصبر من عقود الركود السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولكنها أهملت إلى حد كبير فلسطين وكل عناوين التضامن الوحدوي والتكامل القومي العربي، الأمر الذي جعل البعض يدعي أن الانتفاضات العربية كشفت أخيراً النظرية الزائفة بأن فلسطين هي القضية المركزية لدى الأنظمة العربية، بينما في الواقع ليس سوى تضليل من جانب الطغاة الذين حكموا ويحكمون. يضيف الكاتب: يبقى الفعل الثوري عنوان تجديد الأمل للشعوب العربية ولفلسطين وتغيير الأنظمة التي لم تقدم شيئاً يذكر القضية الفلسطينية، بل يأتي بإصلاح سياسي حقيقي وبإرادة عربية تستعيد الموضوع الفلسطيني كعنوان الكرامة بما يعنيه ذلك من إنهاء الخضوع المفضوح للولايات المتحدة وإسرائيل واسترجاع الحقوق العربية والفلسطينية المسلوبة. بعيداً كل البعد عن السياسة، في تقرير نشرته مجلة فاست كومباني الأمريكية سلط الكاتب مايكل غروتهاوس الضوء على التقارير الأخيرة التي تفيد بأن العديد من المسافرين وجدوا كاميرات مراقبة مخفية بالعقارات والغرف التي استأجروها عن طريق موقع Airbnb، رغم أن الموقع يحظر على المضيفين وضع كاميرات بعقاراتهم دون إبلاغ المستأجرين. لذلك إذا كنت تخشى من وجود كاميرا تجسس بالعقار الذي استأجرته أو الفندق الذي تقيم فيه، فعليك اتباع الخطوات التالية كي تعثر عليها. أولاً، الانتباه جيداً إلى الملحقات الإلكترونية غريبة الشكل. غالباً ما تحتوي الأجهزة الذكية التي تبدو كبيرة الحجم على كاميرا خفية بداخلها، ولذلك ينصح المسافرون بالانتباه جيداً لوجود أدوات أو ملحقات إلكترونية غريبة الشكل، وقد يكون من الصعب اكتشاف وجود كاميرا خفية، لا سيما وأنها أصبحت صغيرة للغاية لتصبح قابلة للإخفاء تقريبا في أي جهاز. هذا وأكد تقرير أن الكاميرا ليست الأجهزة الوحيدة التي يجب أن ننتبه إليها، فمضخمات الصوت الذكية مثلا تحتوي على ميكروفونات يمكن أن تسجل وتستمع إلى محادثاتك وأنت جالس. تعد الفريكة واحدة من الأكلات الفلسطينية الشعبية، وإنتاجها
يتم في فلسطين، وهي عبارة عن شوربة، وهي مهنة تراثية تقليدية، وهي واحدة من أهم الأطباق اليومية على المائدة الفلسطينية، خاصة في شهر رمضان، وتقدم في بعض المطاعم كوجبة رئيسية مثل الأرز، ويأكل الزبون، وينتج هذا المنتج أيضا طريا قبل التجفيف دون الطهي، ويباع في المحال والعربات. ومن الصعب التعرف على ملامح وجوه العمال التي غطاها الدخان الأسود أثناء العمل، إلا أنهم يبدون سعداء، وتحتاج صناعة الفريكة معرفة وخبرة مسبقة، حيث تتم بطريقة الحرق الشواء التي تتم بواسطة ألسنة لهب منبعثة من خراطيم موصلة بعبوات. ويبدأ موسم الفريكة منتصف شهر أبريل نيسان وحتى أواخر مايو آيار من كل عام. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.